ايه التقفيل ده كله يا سميه؟ اسف قوي. على اذن حضرتك غريبه، زي ما تكوني ما نمتيش امبارح. الله، ايه الحكايه؟ خلاص تعالي. في ايه بس يا بنتي؟ مش عارفه استريح من دوشه العيال الكتير اللي حوالينا، ولا بقيت قادره اتحرك في الزحمه عشان اجي في معادي. اقول ايه ولا ايه؟ حضرتك عارفه المشاكل كلها، ما هي موجوده كل يوم. بس انا بقالي مده كبيره دايخه انا وخطيبي عشان السكن. امبارح اتكلمنا بصراحه وقلنا هنفضل كده لحد امتى. ده بقى اللي خلاكي النهارده في الحاله دي؟ تسمحي لي قبل ما اجاوب اسال السؤال اللي محيرني من زمان؟ اسالي. احنا ليه ساكتين على الناس التانيه اللي بتخلف من غير حساب ولا تفكير؟ بيقولوا دي حريتهم الشخصيه. لا، دول بالشكل ده بيغلطوا في حقي، في حقنا كلنا. ولازم بقى حد يفهمهم ويخليهم يعرفوا انهم مش عايشين لوحدهم. اه، حد يفهمهم. اسفه انفعلت. احنا بنعمل اللي علينا يا سميه، ويا ريت كل واحد يعمل اللي عليه.